كورالي لمصلحة فريق اتحاد مدينة عنابة عن طريق اللاعب زروقي إلى من؟ إلى خميسية، خميسية إلى رقم 27، من هناك أحمد بن أحمد تعود إلى خميسية، فتحة هدف التعادل هكذا على المباشر، فتحة من خميسية رأسية من أحد لاعبي زرقين. إذا في الدقيقة الأولى، أقل من دقيقة سفيان، تتغير النتيجة، وفرحة كبيرة لدى مسيري ولاعبي فريق اتحاد عنابة، وأعتقد أنها كذلك عند أنصار فريق اتحاد عنابة. سفيان، منطقة بالعقب، حراس، حراس مرة أخرى، ماذا سيفعل حراس؟ يستاهل لفائدة فريق اتحاد عنابة. زين يوسف يضيف الهدف الثاني، فرحة كبيرة وسط اللاعبين، وسط الإداريين، وسط الطاقم الفني. إذا هدف ثاني ملعوبة بشكل جيد، واتحاد مدينة عنابة يصير متقدم في النتيجة هدفان مقابل هدف واحد. اتحاد عنابة يقلب الطاولة على فريق الأخضرية بعدما كان متخلف في النتيجة بهدف مقابل صفر، يدرك التعادل ويضيف الهدف الثاني، أكيد فيه أهداف أخرى سفيان.